السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم. كنشكركم وكنشكر كل وحده ساهمت وشاركت بالقناه ديالي، ونتمنى ان شاء الله نوصلوا رمضان بالصحه والسلامه والعافيه. غادي اليوم نصايبوا مع بعض المسمن معمر وطيب في الفران. غادي نحتاجوا المقادير: بصله وحده كبيره مشلطه، بوار وحده مشلطه، جزره وحده محكوكه الحكاكه الغليظه، معدنوس مقطع، واحد معلقه كبيره ديال الشحمه محكوكه، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل، غورجيت وحده او القرع الاخضر محكوك. في التوابل عندنا مليحه على حسب الذوق، شويه ديال العرق الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الحمراء والبابريكا، وشويه ديال البزار، وبطبيعه الحال الزيت البلديه. هنا في المقله غادي نبدا نطيب الحشوه. درت البصله هي الاولى، شويه ديال الزيت البلديه، غادي نزيد مليحه، كتساعدنا الملحه باش دغيا تطيح البصله، في شويه غير طيح الدبان، ونزيد عليها الخيزو او الجزر والبوارو والغورجيت، والربيع كنخليه هو التالي، والشحمه عاد نزيدها في الاخر، واللي بغى يحيد الشحمه ما يديرهاش ماشي مشكل. دابا زدت الخيزو وزدت البوارو، وغادي نخليهم شي شويه عاود يتشحروا، وعاد نضيف الغورجيت والربيع. دابا زدت ديك القريعه وغادي نخلط مزيان، دابا غادي نزيد البابريكا ولا الفلفله الحمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، والسودانيه غادي نضيفها حتى الاخر. انا نسيت ما قلتش في المقادير، لان كاين اللي ما كياكلش السودانيه هي والشحمه، داكشي علاش خليتهم هما الاخرين، باش حتى كنحيد هادو اللي بلا شحمه بلا سودانيه وعاد نضيفهم. دابا راني ضفت المعدنوس وغادي نخلط غير شويه، وغادي نطفي عليها النار باش نحيد هذاك الشيء اللي غادي نعمر به اللي ما بغاش الشحمه والسودانيه، وعاد نضيف انا الشحمه والسودانيه ديالنا. دابا زدت الشحمه وغادي ندير السودانيه، ها هي دابا الحشوه غادي نطفي عليها وندوزو للتعمار. هنا غادي نصاوب العجينه ديال المسمن في الخلاط الكهربائي. غدرت الفورس تقريبا عيني ميزاني، درت نص كيلو تقريبا، درت واحد المعلقه صغيره ديال الحليب بودره، درت معلقه صغيره ديال سنيده باش تساعدو على التحمار، عندي معلقه ديال الملحه صغيره، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الخل باش كيجي مقرمل هكا شويه، وغادي ندير الماء الكافي ونعجنو، نخليه يتخلط مزيان ويبقى قاصح، ونخلي العجينه ترتاح، وعاد نتلاقاو. ها هو عجنت المسمن، درتو كويرات، دهنتو بالزيت، وغادي نخليه حتى يطلق راسو، ونطيب الحشوه نخليها حتى ترتاح وتبرد، وعاد ندوزو للتعمار. نرققها ماشي بزاف يعني ماشي مشكل، طويها بحال المسمنة هكا. صافي، وكنهزها ونزل على الجهة هادي. دابا سرحتها ودرت عليها الحشوة، وغادي نبربها على شكل محنشة. هما دابا في الطاوة نخليهم يرتاحوا شي شويه، وندهنهم بشويه ديال الزبده مذوبه وشويه ديال الفلفله الحمراء، وندخلهم للفران. هاني دهنتهم دابا بشويه ديال الزبده او الزيت ومعهم شويه البابريكا، وندخلهم للفران يطيبوا، ونقدمهم لكم ان شاء الله.
اخواتي ها هو المسمن بعد ما خرجتهم من الفران، هما ودوك المحينشات جا غزال وزينته انا بالفرماج، جا تبارك الله كي يتقرمش وزويون. كنتمنى ينال رضاكم، ما تنسوش تشاركوا بالقناه ديالي وتنزلوا تعليق على اشنو تحبون نقدم لكم في سلسله اطباق رمضان.